قول اهدنا، أي يا رب علمني ووفقني، اهدني وسددني، اهدني يعني دلني على الطريق ووفقني إلى سلوكه. إذن تطلب أي هداية؟ هداية التعليم، يعلمك الله سبحانه، يفقهك في دين الله ويوفقك في سلوك هذا الطريق. لأن لو تطلب هداية العلم فقط دون العمل، أنت من؟ من اليهود، من المغضوب عليهم. ولو تطلب العمل دون العلم، أنت تريد أن تكون كالنصارى، تعمل بلا علم. ولهذا كان بعد هذا الدعاء تقول غير المغضوب، لا أريد أن أكون من الذين غضب الله عليهم، تعلموا ولم يعملوا اليهود، أو عملوا بلا علم النصارى.